أنا عمرو نجيب فهم حسن نور الدين، مركز مدينة الجمالية. أنا وارث الشغلانة دي أبا عن جد، صياد ضفدع بنجيب بطارية وبننزل نجيب برطمان حادق وبننزل نصطاد الضفدع ده من البحر بالكشاف اللي هو بتاع الوبر الحارتي ده، وبنصطاده ونيجي نوزنه هنا ونوزنه لأبويا وناخد حسابنا فيه ونتوكل على الله. بنصطاده ببرطمان ونفضي في الشكارة دي، الشكارة دي نلبسها في البرطمان ونقوم كافين فيها الضفدع، ناخد لنا 20 كيلو 15 كيلو 10 كيلو رزق اللي ربنا يبعته، ونجيبه نوزنه على الميزان بالكيلو بس بننضف منه العك وبتاع عشان يبقى نضيف. الضفدع كتير في البحر من شهر 8 لشهر 9 لـ7 كتير، لشهر 4 اللي هو موسم التزاوج، اللي هو موسم اللي التزاوج البيض والضفدع بقر وندي على بعضه وبيبقى كتير، بيبقى على البشنين وعلى الحمول وكده، واحنا بنصطادهم من عليه بنسيبه هنا في الحوض ده 4 شهور لما الشهر 11 مثلا تاخد بالك، ونوضيه الحوض التاني يقعد له مثلا اسبوعين وننظف عليه، ساعة ما التصدير يبدا نعبيه من الحوض التاني ونوديه للمسد نوزنه له، يعني نوزن له طن 2 طن 3 طن اللي ربنا بعته، ونديهم لغاية 5 طن بنوديه له.